الكوارث الطبيعية تتوالى، تستمر الأحوال الجوية الصعبة إلى تقارب الكوارث الطبيعية بحصد المزيد من الأرواح في أنحاء العالم والتسبب بأضرار مادية كبيرة. ملايين الأمريكيين يواجهون درجات حرارة تحت الصفر ويواجهون تأثيرات عواصف قادمة من القطب، حيث تشهد الولايات المتحدة تدنيا كبيرا في درجات الحرارة في مناطق عديدة، مما يتسبب في تجمد الأرض وتشكل ثلوج كثيفة. تهدد العواصف القطبية المناطق الشمالية بأجواء شتوية قاسية وتساقط كثيف للثلوج في الشمال الشرقي، ومن المتوقع تساقط بوصات عديدة من الثلوج في بعض أجزاء الجنوب. تحذر هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن درجات الحرارة الشديدة والطقس العاصف قد يؤديان إلى انخفاض حرارة الرياح إلى 56 درجة مئوية تحت الصفر في ولايتي مونتانا وداكوتا. تم إصدار تحذيرات بشأن الطقس وبرودة الرياح لحوالي 95 مليون شخص، مع توقع درجات حرارة تصل إلى سالب 17 درجة مئوية. وتشير التقارير الأرصادية إلى امتداد البرد القارس جنوباً حتى شمال ولاية تكساس. في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، من المتوقع تساقط كميات كبيرة من الثلوج تتراوح بين 3 إلى 6 أمتار، مما أدى إلى إغلاق الطرق وتأجيل بعض الأحداث الرياضية. خبراء الأرصاد الجوية يشير إلى احتمال هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، مع تساقط ثلوج كثيفة في بعض الأحيان، مما يجعل الأحوال الجوية تشبه العواصف الثلجية. من المتوقع أن تتجه عاصفة قطبية أخرى جنوباً وتتسبب في تساقط ثلوج غزيرة في جبال روكي، ومن المتوقع أن تتساقط من 4 إلى 6 بوصات من الثلوج في مناطق بولاية أركنساس وشمال الميسيسيبي وغرب تينيسي. هذه الأحوال الجوية القاسية تشكل تحدياً كبيراً للأمريكيين، حيث يتعين عليهم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البرد الشديد وتساقط الثلوج الكثيف.